جزاكم الله خيرا. من الأردن المستمع محمد أحمد القرارعة يسأل ويقول: هل تعتبر الخيل من الأنعام وهل يجوز أكل لحومها؟ الخيل ليست من الأنعام، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام. أما الخيل فإنها تسمى بالخيل، وأما أكل لحمها فالصحيح جوازه وأنها من المباحات لأنها من الطيبات. ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. هذا دليل على حل الخيل وإباحة أكلها وأنها من الطيبات. نعم.